هل تحاول إنقاص وزنك؟ هل تعلم أنه خلال لحظات مثل تلك التي نعيشها الآن، عندما نبقى في المنزل بسبب جائحة أو عندما نكون في موسم الإنفلونزا، قد لا يكون فقدان الوزن هو أفضل شيء يمكن أن نفعله؟ وفقاً للباحثين، فإن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تقليل السعرات الحرارية مثل أنظمة خفض الكربوهيدرات أو دوكان أو التخلص من السموم وغيرها التي تفضل تقليل تناول السعرات الحرارية قد تضر بجهازك المناعي وتترك جسمك أكثر عرضة لفيروسات والبكتيريا. إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية أيضا إلى مشاكل مثل فقر الدم ونقص الفيتامينات والمعادن، مما يسبب الضعف والدوخة ونقص الطاقة والضيق العام. إذا كنت قد اتبعت نظاما غذائيا مقيدا أو أحد الأنظمة الغذائية المذكورة أعلاه، فأنت تعرف جيدا كيف يمكن أن يؤثر على جسمك وحتى على مزاجك. وفقا للباحثين، فإن الأنظمة الغذائية المقيدة تضع جسمك في حالة تنبيه، مما يؤثر على الجسم ككل، لأنه يزيد من إفراز الكورتيزول هرمون الإجهاد، والذي يمنع بعض العوامل المتعلقة بالاستجابة المناعية. هل تستمتع بالفيديو حتى الآن؟ اترك لنا في التعليقات رأيك ليخبرنا كيف نساعدك لتكون أفضل صحة. أيضا لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك. وفقا للدراسات، يمكن للأنظمة الغذائية المقيدة أن تخفض مناعتك لأنها منخفضة الكربوهيدرات. إن تقليل تناولنا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والبطاطس والأرز أمرا ليس مناسب في الوقت الحالي، لأن نظام المناعة لدينا يحتاج إلى المغذيات والفيتامينات والمعادن لمكافحة العدوى والفيروسات والبكتيريا. لهذا السبب من المهم تناول الطعام بشكل جيد. فعندما نطلب منك أن تأكل جيدا، نتحدث عن تقليل الأطعمة المصنعة، حيث إن الأطعمة الصناعية والمعالجة والوجبات السريعة لا تحتوي على قيمة غذائية، بل بالعكس فهي غنية بالدهون والسكريات والمواد الحافظة. أفضل شيء بالنسبة لك هو أن تفك أقل وتقشر أكثر. اختر دائما الفواكه منخفضة السعرات الحرارية مثل الفاكهة الحمراء والحمضية والليمون والبرتقال وكيوي والفواكه الغنية بفيتامين سي، وأيضا الأوراق الخضراء الداكنة لأنها غنية بالألياف وتحسن الجهاز المعوي، وفي نفس الوقت تساعدك على عدم زيادة السعرات الحرارية. إلى جانب ذلك، تناول الكثير من الأطعمة الطازجة وتجنب الأطعمة المصنعة مثل السكر والكحول الزائدة، لأنها يمكن أن تخفض مناعتك. ولا تنسى أن تشرب الماء، فالحفاظ على رطوبة جسمك أمر ضروري لضمان عمل التمثيل الغذائي، خاصة في مجرى التنفس. إذا كنت لا تحب الماء العادي، يمكنك دائما شرب بعض المياه ذات النكهة مع بعض الزنجبيل والنعناع أو حتى العصائر والشاي. لذلك في الوقت الذي نعيشه الآن، من الضروري تجنب هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية وطلب المساعدة، خاصة من أشياء مثل الأكل العاطفي وزيادة الوزن والإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مصابا بالإنفلونزا أو البرد، فإن تناول الطعام الصحي يكون أكثر ضرورة. إذا أعجبك الفيديو، اضغط على زر الإعجاب وشاركه مع أصدقائك. وإذا أردت المزيد من الوصفات والنصائح، اشترك في القناة الآن.